حصينة يوسف بلوشية تقيم مع أبنائها العشرة في سلطنة عمان. أبناؤها موزعون على دوائر الدولة ويتولون مراكز مرموقة في الديوان السلطاني وسلاح الجو العماني والقطاع الخاص. لا تشعر بأي تفرقة بين أبنائها والعمانيين كما تقول. من أفراد الأسرة من يحمل الجنسية العمانية، ومنهم من لا يزالون يحتفظون بجنسيتهم الباكستانية، والولاء لكلتا الدولتين. يحنون إلى ذويهم في بلوشستان ويحاولون تقليد العرب في كل أمورهم. الحمد لله واجد واجد زين جيد الحمد لله. كله اشتغل، أولا زوج اشتغل جيش، تو تقاعد ما شاء الله، في جلس في البيت، عطيب فلوس معاش سلطان قابوس. معيشتنا هنا في عمان عندنا تسهيلات واجد، احنا معيشتهم واجد صعبة، ما عندهم ماي وكذا، يعني ما تسهيلات كهرباء وهالسوالف. احنا مرتاحين ما شاء الله في عمان، عندنا كل تسهيلات. قلعة عمان هذه هي الأثر الوحيد الذي بقي ليحكي تاريخ المنطقة، فقد بقيت جوادر تابعة لسلطنة عمان حتى عام 58 من القرن الماضي حين استردتها باكستان مقابل تعويض مالي. عمان رممت القلعة للتأكيد على تاريخ المنطقة. في ليلة واحدة تغير كل شيء وانتقلنا من التبعية لمسقط إلى التبعية لباكستان. الآن لا نعرف هويتنا، هل نحن باكستانيون أم عمانيون؟ فأنا مزدوج الجنسية، وعدد كبير من سكان جوادر يعيشون في مسقط ويعملون هناك رغم أنهم يحملون الجنسية الباكستانية، وهكذا تجد أحد الأبناء عمانيا والآخر باكستانيا. غالبية البلوش القاطنين في سواحل بحر العرب يصيدون الأسماك ويصدرونها. افتتاح ميناء جوادر قبل سنوات وما تلاه من آمال بانتعاش المنطقة لم يغير من الواقع شيئا، فما زالت شوارع المدينة وأسواقها تعاني فقرا وتخلفا، وما زالت شكوى السكان من التهميش قائمة. التاريخ والموقع والسكان يقولون إن ساحل جوادر كانت تابعة لسلطنة عمان، لكنه لم يعد يحتفظ بالهوية العمانية إلا من بعض الجنسيات المزدوجة ومعها ازدواجية الولاء. أحمد بركات، الجزيرة، جوادر.